طور البلاك اوت بكول اوف ديوتي بلاك اوبس 4 ما هو طور عشوائي 100 واحد ينزلوا ويقتلوا بعض في جزيره، لا، طور له قصه، وقصه جدا جدا مهمه ومرتبطه بشكل جدا كبير بقصه اجزاء بلاك اوبس وبالمالتي بلاير وبشكل بسيط بقصه الزومبي. فتابعوا الفيديو لتعرفوا التفاصيل. قبل ابدا الفيديو بس حاب انوه انه الجيم بلاي البلاك اوت اللي شايفينه بهالفيديو هم تصوير كروت شاشه زوتاك انفيديا RTX 2070 اللي تعتبر من الجيل الجديد من كروت الشاشه، مشان هيك راح تشوفوا الجيم بلاي بكواليتي جدا جدا رهيب. وبنص الفيديو راح اقلب جيم البلاك اوت للبلاي ستيشن 4 لتشوفوا الفرق بين RTX والكونسول او اجهزه اللعب المنزليه. فيلا خلينا نبدا. معظم عشاق لعبه كول اوف ديوتي زعلوا لما سمعوا خبر انه كول اوف ديوتي بلاك اوبس ما راح تجي مع طور قصه، بالذات بلاك اوبس اللي معروفه دائما بقصصها الرهيبه، وشفنا انه بلاك اوبس 4 راح تنزل مع طور البلاك اوت، فالكل كان يفكر بلاك اوت فقط جيم باتل رويال. بس لو بتشوف الكاتسينات اللي موجوده باللعبه لشخصيات السبيشالست تبع الملتي بلاير وبتشوف التفاصيل بالبلاك اوت راح تشوف انه كله من عالم قصه بلاك اوبس وكله جزء من القصه. ببلاك اوبس 4 في طور ما حد تكلم عنه وما اعلنوا عنه بشكل نهائي اللي هو طور الشخصيات السبيشالست اللي تلعب تختار شخصيه بشخصيات السبيشالست يعلموك عليها، بعد ما يعلموك عليها كيف تستعمل السبيشال تبعها وكل شيء تلعب جيم سيرش اند دستروي دومينيشن فيها ضد البوتس طبعا مو ضد ناس اونلاين، وبعدين راح يحطوا لك كاتسين بتكمل شوي بيحطوا لك كاتسين تاني. الكاتسينات جدا جدا رهيبه وجدا متعوب عليها ومتفاجئ الصراحه انه حاطين هالكاتسين بورا انه فقط يعلموك على شخصيه المالتي بلاير اللي معظمكم ما راح يلعبها وما راح يجربها. كاتسينات جدا رهيبه وحرام انه معظم اللاعبين ما راح يشوفوها اصلا. المهم لما تخلص كل التوتوريالز وتلعب المهمات الجانبيه لكل شخصيات السبيشالست وتشوف كل الكاتسينات البسيطه تبعهم، اخر شيء راح يجيك هالكاتسين. هالكاتسين ما بيجيك الا لما تخلص كل الكاتسينات. الكاتسين هذا مثل ما شايفينه لواحده بمقبره لابسه ابيض هي وبنتها وقاعده عم تزور قبر شخص. هاي البنت اسمها سافانا ميسن. سافانا ميسن اللي هي حفيده أليكس ميسن اللي بنلعب فيه ببلاك اوبس 1 واللي بنشوفه بعدين كمان ببلاك اوبس 2. ببداية الكاتسينات بنشوف انه في بنت اسمها جيسيكا ميسن ماتت وكانت مع شخصية روان وشخصية باتري. جيسيكا ميسن هي اخت سافانا ميسن هاي اللي شايفينها باللون الابيض وهي حفيدة أليكس ميسن الثاني. المهم بالبداية بأول كاتسين بتشوفه راح تشوف انه سافانا ميسن عم تحاول تجمع السبيشالست من كل انحاء العالم اللي هم روين وباتري وغيرهم شخصيات السبيشالست اللي نشوفهم بالمالتي بلاير، عم تحاول تجمعهم مشان تسوي فريق خاص فيها وهدف الفريق مشان يخلي العالم مكان افضل. وقبل لا تبلش بالتوتوريالز بتجي بتعرف عن حالها سافانا ميسن، بعدين بياخد وودز اللي هو البطل من كول اوف ديوتي بلاك اوبس 1 بياخد هو الشغل وبيكمل معنا ويعلمنا. طبعا هذا اي اي لوودز مو وودز الحقيقي مثل وودز موجود بنظام كمبيوتر. المهم قلت لكم بالبدايه انه اخت سافانا جيسيكا ميسن ماتت بمهمه مع روين وباتري وهالمهمه كانت من مهمات البدايه. المهم بعد سنتين من الحادثه شخصيه روين بيضل شاكك بالامر وبيقول بالمهمه اللي كان فيها مع باتري وجيسيكا كان في شيء غلط بالمهمه، كان في شيء مو صحيح قاعد يصير، لانه بعد ما كانوا كلهم مجروحين القوات اللي كانوا عم يحاربوهم ما قتلوا لا روين ولا قتلوا باتري، فقط قتلوا جيسيكا، سحبوا عليهم هم الاثنين مع انه كان فيهم يقتلوهم بكل بساطه وقتلوا بالذات جيسيكا، فكان حاسس انه في النا بالموضوع. بعد فتره شخصيه روين بيكون ببيته وبتوصله رساله سريه بشكل كامل من شخص مجهول، وبهالرساله هالشخص بيحكي له انتبه لظهرك، ومجرد ما يسمع هالكلمه بتطحمه بيته مثل فرقه عم تحاول تقتله مثل ما شايفين، وهالفرقه على الاكثر مرسله من قبل سافانا ميسن. سافانا ميسن اللي هي جمعتهم اول شيء واللي دخلتهم بالنظام التوتوريالز كله وعلمتهم كل شغله هي اللي عم تحاول تقتلهم حاليا لانه بلشوا نوعا ما يفهموا او يكشفوا خطتها. المهم روين بيقدر انه يطلع من هالمجموعه اللي عم تحاول تقتله، وانتم شايفين هاللقطه الخرافيه بينط من الشباك باستعمال السبايك تبعه بيخبط الارض وبيقتل كل اللي حواليه.
بعدين توصله رسالة صوتية تانية من نفس الشخص اللي حذره اول شيء، بحكي له تعال قابلني بهالموقع اللي بعت لك اياه حاليا. المهم روان بيوافق وبيروح على هداك المكان، وبس يوصل بيتفاجأ بلاقي انه شخص اللي كان عم ينبهه هي جيسيكا ميسن اخت سافانا ميسن اللي المفروض تكون ماتت. ما ماتت بهديك المهمة، بس شفناها انه نص وجهها كان متقطع، فشايفين هلا انه في قطع حديدية على وجهها كاعضاء بديلة للتشوه اللي صار بوجهها. وطلع انه اختها هي اللي كانت عم تحاول تقتلها بهديك المهمة اللي كانت مع روان وباتري بالماضي. رح نرجع على هالموضوع بعد شوي. فبعد ما عرف هالكلام كله انه سافانا هي اللي مخططة لهالشي واللي حاولت تقتله واللي بالماضي هي اللي حاولت تقتل جيسيكا، بيطلعوا من وراء كل شخصيات السبيشاليست وكلهم سافانا حاولت تقتلهم، ونجوا من وراء مساعدة جيسيكا واجتمعوا كلهم جوا السيف هاوس. المهم بس تخلص كل التوتوريالز وتشوف كل الكاتسينات، في مهمات بسيطة تسويها او تحديات، وهالتحديات راح تفتح لك راديوهات. واحدة الراديوهات هي بيتكلموا عن بروجكت بلاك اوت، بالحرف بيتكلموا عن مشروع بلاك اوت، راح تشوف انه مرتبطة بقصة بلاك اوبس بشكل جدا جدا كبير. طبعا تكلمنا من شوي عن اليكس ميسن اللي هو جد سافانا وجيسيكا اللي نلعب فيه ببلاك اوبس 1 و 2، وودز اللي شفناه كمان بالاي اي اللي نلعب فيه ببلاك اوبس 1 ونشوفه ببلاك اوبس 2، ومنندا اللي نشوفه الشرير ببلاك اوبس 2. المهم هالشخصيات كلهم تم احيائهم من الموت من قبل سافانا ميسن او منظمة سافانا. وكمان شخصية رازنوف اللي مشهور بقصة بلاك اوبس بنشوفه او بنسمع انه كمان تم احيائه لمشروع بلاك اوت، شيء جدا غريب. اخر 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 كاتسين بتشوفه بعد كل ما تخلص كل التوتوريالز، بعد كل شيء بتشوف هالكاتسين، الكاتسين بمنطقة السايلم بالبلاك اوت اللي هو ما بالزومبي فوركت، بنشوف فيه شخصية وودز موت ما شايفينه واقف، وعلى الكرسي مقعد شخصية أليكس ميسن نلعب فيه ببلاك أوبس 1 واللي هو جد سافانا وجيسيكا. فميسن بتكلم عن شيء اسمه أنغولو، ما بنعرف شو هالشيء معنى، أي فكرة شو هالشيء؟ بعدين بيرد عليه وود وبيحكي له لا أنت اللي كنت في الصندوق، أنت دائما اللي كنت في الصندوق، don't black out man، انه لا يغمي عليك يا صديقي، بس حكاه بكلمة don't black out man، اكيد متصل بطور البلاك اوت، ما راح يضيفوا هالكلمة، كان فيهم يستعملوا الف كلمة غير كلمة don't black out. Sticks Angola sorry kid no It's you in the box. It's always been you. Vorkuta. Don't black out, man. I'm on it. المهم بالكاتسين بنشوفه انه قاعد يحط شيء على لوح، بس ما مو قاعدين نشوف شو هالشيء اللي قاعد يحطه، بس عم بيحط ابره او عم بيحط صوره كانه بمكان، بس ما بيورجونا هالشيء. فلما نروح على نفس المكان بالضبط بالبلاك اوت بالسايلم بنشوف شو هالاشياء، وبنشوف انه قاعد يحط على اللوح صور لشخصيات السبيشالست. هين هون اللغز بالموضوع، راح اشوف الصور بدون اسماء، بس لما تخلص كل المشينات تبع السبيشالست وترجع على طول البلاك اوت على الصور، راح تلاقي انه في اسماء تحت كل صوره من هالصور. بس الشيء الغريب بنشوف انه الاسماء غلط، الاسماء مو مطابقه للصور، يعني الشخص اللي بالنص بنشوف مسمينه بروفيت، بروفيت الكل كنا بنعرفه الشخصيه الاسمر، هون حاطينه واحد ابيض. تحت على اليمين حاطين شخصية تورك، شخصية تورك مو اسمر، شخصية ابيض، وحاطينه هون شخص اسمر. فهالشيء الغريب، الاسماء مو مطابقة للصور، ولحد اللحظة ما حد فاهم ليش. كثير من الراديوهات اللي بتطلع لك بس تختم التوتوريالز بيتكلموا عن بروجكت بلاك اوت، بروجكت بلاك اوت، فاكيد في لغز من شكل من الاشكال ولازم نحله، والماب البلاك اوت جدا كبير، فممكن اللغز يكون موجود باي مكان، فاي لحد اللحظه ما تم استكشاف اللغز او ما وصلتنا الصوره الكامله. باحد الراديوهات بنشوف راديو لجيسيكا اخت سافانا عم تهدد انه راح تفضح امر احياء الناس الميتين، لانه هالشيء غلط حسب ما هي عم تشرح، واظنها هو السبب الرئيسي اللي خلت اختها تقتلها. في راديو لشخصية باتري عم تتكلم فيه انه الناس عم يموتوا جوا الزون وعم تشوف ارقام غريبة، قصد الزون اللي موجود بالبلاك اوت. طبعا لو لعب قصة بلاك اوبس 1 راح تفهم شو قصده عن الارقام. بلاك اوبس 1 بضل الشخص اللي حابس شخصيتنا اللي هو اليكس ميسن بضل يحكي له the numbers ميسن the numbers
What did they mean؟ شو معنى الأرقام؟ وبنشوف لما تفتح بلاك أوبس 1 أصلاً أول كاتسين بتشوفه لهالبنت اللي عم تتكلم عن الأرقام. Somehow I knew Dragovich was still alive. He became your obsession. You spent the next 5 years trying to track him down. He was everywhere. Just couldn't get him out of my head. He's just like the others. So much shit into him, he doesn't even know what he's saying. Just always in my head. No, I want to keep pressing you. Hey! Who are you people? What do you want from me? You want the numbers, Mason. That's all we've ever wanted. Ascension. 7, 15, 1, 2, 19, 7, 25, 6, 13, 6, 7, 15, 14, 0. والبلاك اوت لما تكون جوا الزون وشيء صعب تلاحظه، بس لو تنتبه شوي راح تلاقي فعليا في ارقام قاعده تطلع بالزون، في ارقام قاعده تطلع بالزون ونفس لون الارقام ونظامها بالضبط نفس الارقام اللي بنشوفها ببلاك اوبس 1 بمخيله اليكس ميسن. فحاليا لما نشوف الشخصيات اللي موجوده بالبلاك اوت راح نفهم انه هدول مو فقط شخصيات الشركه حاطين لهم لنلعب فيهم انه ناس من القصه، لا، هدول حسب الراديوهات تم إعادة إحيائهم ووضعهم بمشروع بلاك أوت. ممكن تم إعادة إحياء وعيهم وعقلهم وحطوه بمثل بروجكت كمبيوتر أو بروجكت سيميليشن اللي هو البلاك أوت، نلعب بوعيهم بس مو فعلا بأجسادهم موجودين بهالمكان، أو ممكن شيء تاني ما بنعرفه. فإيه، هاي هي النهاية، بننتهي بالكاتسين آخر شيء إنه الشخصيات كلهم بيجتمعوا مع جيسيكا وبيقرروا ينتقموا من سافانا، وهاي النهاية للأسف ما عنا تكملة لنشوف شو الانتقام. أظن عم يفتحوا القصة لجزء بلاك أوبس بعده، أكيد بالجزء بلاك أوبس اللي بعده أظن باتل رويال هتكون نوعا ما ماتت، فهيرجعوا يكملوا طول القصة، ومتحمس لهالشيء الصراحة. They've been manipulating you, watching you, exploiting you. And when they get what they want, they'll leave you for dead. Lucy, this is Donnie. Jessica? You... How? Alone, you can put up a fight. But together, you can start a war. والشيء اللي له علاقة بالزومبي، الحين فهمنا انه الشخصيات كلها موجودين بالبلاك اوت، مو فقط شخصيات، لا، كلهم تم اعادة احيائهم سواء باجسادهم او بوعيهم ووضعهم بمشروع بلاك اوت، ما بنعرف بالضبط كيف تم اعادة احيائهم. فشو دخل شخصيات الزومبيز؟ شخصيات الزومبي موجودة، فاذا شخصيات القصة موجودة بسبب، مو موجودين فقط انه شخصيات نختارهم، اكيد شخصيات الزومبي كمان موجودين بسبب، بس ما عندي اي تفسير الصراحة. وبنشوف زومبيز بالبلاك اوت، بنشوف وحش الزومبي اللي موجود بماب اياكس وفويج موجود بالبلاك اوت، واغرب شيء بالبلاك اوت لما تكون جوا العاصفة لجزء من الثانية وجدا نادر تطلع لك بتشوف صورة سامانثا لجزء من الثانية وبشكل جدا جدا بسيط. فالزومبي له علاقة بهالموضوع، بس للأسف لا، حاليا ما عندي أي فكرة. أتمنى تسألوني بالكومنت شو علاقة الزومبي بالبلاك أوت. نعرف الزومبي عالم منفصل بشكل كامل، بس حسب الراديوهات والأشياء هاي شخصيات الزومبي موجودين بالبلاك أوت، بالتالي إلهم علاقة بشكل ما أو بآخر بالبلاك أوت. ولا تنسوا بالبلاك أوت شفنا قبر ريكتوفن كان فعلا موجود عندنا بالبلاك اوت، عندنا ريغان وأسلحة من الزومبي بالبلاك اوت، عندنا مناطق من الزومبي موجودة بالبلاك اوت. والحين حسب ما فهمنا انه البلاك اوت مو شغل كلام عشوائي، مو والله اي باتل رويال ويلا حط اشياء من الزومبي، حط اشياء من المالتي بلاير، حط اشياء من القصه، ادمجهم مع بعض، لا، اذا شخصيات القصه اللي هم ابسط شيء حطوهم، حطوا وراهم سبب انه موجودين بسبب القصه. فالزومبي نعرف الزومبي ما في اي شيء عشوائي، بالزومبي كنا مفكرين انه البيركات والجبل جم والاسلحه وكل شيء نستعمله بالزومبي
على اساس كانت كلها اشياء عشوائيه ما لها علاقه بالقصه، فقط يعني اشياء عشان الجيم بلاي واللعب. بعدين ببلاك اوبس 3 اكتشفنا هالاشياء كلها من ورا الدكتور مونتي، وحاليا حتى ببلاك اوبس 4 البوكس والبركات الالهه تبع القصه الجديده والالكسر اللي سواهم شخصيه شو، يعني كل شيء تفاصيل يحطوها بالزومبي الى علاقه بالقصه، فيضيفوا لك شخصيات زومبي والغاز زومبي بهالعدد الكبير بالبلاك اوت وما يكون الى علاقه بشكل اشكال بالقصه. اكيد لا، ما اظن الشركه هتسوي هالكلام. اوكي شباب، هيك بنكون وصلنا لنهايه الفيديو. مثل ما شايفين الجيم بلاي اللي حطيته من دقيقه تقريبا كان على البلاي ستيشن 4 ولهلا شغال هذا على البلاي ستيشن 4، وبعد شوي راح نقلب للجيم بلاي على البي سي من كرت شاشه زوتاك RTX 2070. مثل ما شايفين قدامكم هذا هو، شوفوا الفرق الرهيب، وتذكروا هذا مو اقوى كرت شاشه موجود، لسه في 2080 و2080 Ti. فاي شباب، اتمنى بنهايه الفيديو لا تنسوا تعملوا الفيديو بزر اللايك، وشاركونا بالكومنت شو ارائكم، هل فعلا بتظنوا الزومبي متدخل بشكل من الاشكال بالقصه ولا فقط حاطينهم كشخصيات؟ مع اني انا كنت مفكر قبل انه فقط كشخصيات الصراحه، بس بعد ما شفت الشرح كله لشخصيات القصه وسبب وجودهم بالبلاك اوت والراديوهات كلها عن البلاك اوت من مهمات السبيشالست غيرت رايي، وحاليا يعني قاعد افكر انه قصه الزومبي والمالتي بلاير والبلاك اوت كلها متدخله بشكل من الاشكال، مع انه نوعا ما صعبه قصه الزومبي يكون متدخله مع القصه، بس نستنى لقدام ونشوف. فاتمنى شباب نهايه الفيديو لا تنسوا تعملوا الفيديو بزر اللايك، شكرا بالكومنت ارائكم، وبس كان معكم شاركيال وشاركه كيشكم فيديوهات ثانيه ان شاء الله، مع السلامه.